عليكم. اليوم نروحوا الملعب تاع تيزي وزو حيث عندنا اخر صور للملعب الرائع هذا العالمي. نلاحظ انه الاشغال انتهت بالملعب، وفيه حسب يعني تصريح الوزير انه فيه مقابله قبل نهايه شهر ماي، او على الارجح بدايه شهر جوان ان شاء الله تكون في المقابله النهائيه تاع كاس الجزائر. تكون تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.